نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يتأول أو يفوض صفة واحدة أو أكثر؟ نعم. هل من يتأول أو يفوض صفة واحدة أو أكثر من صفات الله يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يكون من أهل السنة والجماعة، أم أن هناك ضوابط لهذه المسألة؟ فيه فرق بين الذي يعتقد التأويل مطلقاً في الصفات، في الأسماء والصفات، وبنى عقيدة على هذا، هذا يعتبر مبتدعاً وليس من أهل السنة والجماعة، والذي على عقيدة أهل السنة والجماعة لكن قد يقع في كلامه شيء من التأويل لبعض الصفات، هذا لا يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يحكم عليه بأنه خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يحكم أن هذا خطأ، أخطأ في هذه المسألة. فإذا كان كلامه مستقيم إلا في هذه المسألة فيقال أخطأ فيها ولا يقال أنه خرج. نعم. كثير من الأئمة الكبار قد يأتي في كلامهم شيء من تأويل الصفات لكنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن أخطأوا في هذا أو في هذه الزلة، فلا يخرجون من منهج أهل السنة والجماعة بخطأ واحد أو خطأ يسير إلا إذا كان مذهبه كله مبني على هذا. نعم.